دن هذا اللقاء التواصلي اللي كان بشراكة مع المركز الثقافي الفرنسي بحضور أحد خبراء في مجال الرياضة مسيو جون باتيست غيغا اللي كيتعتبر من أحد الخبراء في المجال ديال الرياضة وصحفي أيضا. هذا اللقاء كيجي كأول لقاء تواصلي مع الطلبة والطالبات بالمعهد العالي للصحافة والاتصال افتتاح موسم الجامعي 2023-2024. كما قلت هذا اللقاء اللي عرف ايضا حضور مدير مركز الثقافي الفرنسي ومجموعه من الموظفين اللي كينتميو للمركز الثقافي الفرنسي واللي مستقبلا غيكون شراكه بالمعهد العالي للصحافه والاتصال ومركز الثقافي الفرنسي سي سي اف. اليوم كان حضور كبير ديال الطلبة والطالبات واللي طرحوا على الضيف ديالنا مجموعة من الأسئلة اللي كانت عندها علاقة بالمجال الرياضي. هذا اللقاء كما قلت كيجي بعد ما المغرب غيحتضن بالإضافة إسبانيا والبرتغال غيحتضنوا كأس العالم 2030 وأيضا كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم الأندية 2029. ف السيد جون باتيست غيغا تكلم بشكل كبير على السياسة الكبيرة اللي كيقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الرياضة وفي مجال تكوين الرياضيين من بوابة مركز محمد السادس وأيضا أكاديمية محمد السادس اللي عطات لاعبين كنايف أكراد كيوسف نصيري ولائحة طويلة. فمجال البنية التحتية ومجال التكوين اعتبر جون باتيست غيغا بأنه المملكة المغربية من الدول اللي عطاو الشيء الكثير في هذا المجال وأول دولة في إفريقيا الآن في مجال التكوين وفي مجال البنية التحتية. وهذا الشيء تبين من طرف التظاهرات اللي نظمت المملكة المغربية مؤخرا كأس إفريقيا ديال أقل من 23 سنة وأيضا كأس العالم الأندية اللي عرفوا نجاحات كبيرة. فبالتالي احنا كمغاربة تيكون لنا عظيم الشرف من خبراء اجانب تيتكلموا على المملكة المغربية بهذا الشكل. هذا الشيء ما يكون الا بالعمل الكبير ايضا اللي كيقوم به السيد رئيس الجامعة الملكية فوزي القجاع اللي قام بمجموعة من الامور اللي غيستافدوا منها اجيال واجيال. وهذا الشيء اللي عطى الاكل ديال ملي كتشوف المنتخب الوطني المغربي الاول اللي وصل المركز الرابع في كأس العالم وأيضا تأهل لإيفان تروى الألعاب الأولمبية وأيضا تأهل الدور الثاني للمنتخب النسوي وأيضا المنتخب ديال الفوتسال اللي الآن كتعتبر كتامن أحسن منتخب في كرة القدم ديال الفوتسال. وهذا الشيء كما قلت راجع للسياسة الكبيرة اللي غادية فيها المملكة المغربية في مجال الرياضة. وطبيعة الحال خص الإعلام الرياضي والإعلام بصفة عامة يواكب هذا التطور الكبير اللي غادية فيه المجال الرياضي. كنشكروا أيضا الطلبة والطالبات على الأسئلة يعني اللي كانوا في الصميم واللي نوه بها الضيف ديالنا. كنشكر مركز الثقافي الفرنسي اللي وضع الثقة بالمعهد العالي للصحافة والاتصال كشريك في التعليم العالي الخاص اللي غنوقع مع الشركة في الأيام المقبلة إن شاء الله. وهذه الشركة اللي غيستفدوا منها طالبات والطالبة ديالنا باش يحسنوا اللغات ديالهم لأنه هاد الطالبة والطالبات غدا غيصبحوا صحفيين المستقبل وباقي نتابعهم تظاهرات عالمية كبيرة واللي ما عندوش اللغات ما يمكنش ليه ينجح في العمل ديالو المهني في هاد التظاهرات الكبيرة. وتحية لجميع الحضور اللي كانوا معنا اليوم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.